مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة هعمل لكم العجينة السحرية الصيامي. العجينة دي تقدروا تعملوا منها الباتيه، تقدروا تعملوا منها الفينو الصيامي، تقدروا تعملوا منها البريك الصيامي، تقدروا تعملوا منها البيتزا والميني بيتزا وفطاير الطاسة، وكمان تقدروا تعملوا منها المعجنات زي فطير الملاك. يعني من الاخر العجينة دي تبقى عندك جوه الفريزر او جوه التلاجة، وكل شوية تطلعيها تعملي منها احلى الاكلات. مش بس كده، ده انا النهاردة هوريكم ازاي تعملوا الفطير الشرقي وش بيتزا. طبعا دي من احلى واجمل الاكلات، وخصوصا لو عملناها صيام. النهارده هوريكم كل الحاجات دي، ان شاء الله تعجبكم وتنال على اعجابكم ورضاكم. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه، اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي، وللدعايه والاعلان انا سايبه لكم رابط في صندوق الوصف. مكوناتي في الاول، وتاخدوا بالكم من المكونات، عبارة عن معلقة من الخميرة، معلقة من السكر، معلقة من الكيك شيف، ونص كوباية من المية. وبعدها هسيبهم يتخمروا شوية، وبعد كده هضيف كوباية تاني من المية، وهضيف بعدها الدقيق. نقول معجناتنا او طريقة العجينة تاني، نقول هنحط نص معلقة، معلقة من الخميرة، معلقة من الكيك شيف. الكيك شيف ده مهم جدا، بيخلي المعجنات الصيامي حلوة وهشة. ومعلقة من السكر ومعلقة من الزيت، عليهم كوباية ونص من المية، عليهم 3 كوبايات من الدقيق. ونبدأ ان احنا نعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما تحصل على العجينة اللي انتوا شايفينها. العجينة بتكون الى حد ما طرية، بس مش بتلزق خالص. بسيب العجينة ترتاح، وفي الوقت ده هنعمل معاكم بقى، بما ان احنا في صايمين، تعالوا نوريكم ازاي تعملوا حشوات صيامي حلوة. اول حشوة هنعملها حشوة فول الصويا. بجيب كوباية من فول الصويا، وببتدي ان انا احط عليها ربع كوباية من المية الدافية تدريجيا. وخلي بالكم من كلمة تدريجيا، ما نحطهاش مرة واحدة، عشان حطيناها مرة واحدة الفول هي مش هيفرول منك، وهيبقى زي اللحمة المفرومة، لا هيبقى معجن. فتخلي بالكم من الحتة دي، ونبدأ ان احنا نحطها تدريجيا بالشكل ده. كل كوباية فول بتاخد ربع كوباية من المية، دي مقادير مظبوطة وانا مجرباها اكتر من مرة عشان ما تتعبوش نفسكم. وبتكون المية يفضل ان هي تكون مية سخنة علشان خاطر تدينا النتيجة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. وبنضيف معاها مكعب من المرقة الصيامي او مرقة الخضار، ونبتدي ان احنا نقلبهم على النار علشان خاطر بقى يستووا كده ويفرولوا. وخلي بالكم يا جماعة، فول الصويا ده من الحاجات اللي محتاجة تقليب مستمر، ما ينفعش ان احنا نسيبها عشان خاطر ما تبدأش ان هي تلزق في الطاسة، لان مهما كانت الطاسة مش بتلزق، لو سبناها ممكن يلزق فيها. ونبدأ نجيب دلوقتي، نكمل بقى الحشوة بتاعتنا. معلقة من الزيت، وهنحط عليها بقى البصل، هننزل البصل بتاعنا اللي احنا مقطعينه مربعات صغيرة. الحشوة دي، الحشوات اللي احنا هنعملها دي النهاردة، هتعملي مكرونة بشاميل صيامي تحشي بيها، هتعملي حواوشي صيامي تحشي بيها، فطير صيامي تحشي بيها، معجنات صيامي تحشي بيها، كل حاجة هتحشي بالحشوات اللي انا هقولك عليها النهاردة. وبعدها هنزل بيه فلفل رومي متقطع، وممكن كمان فلفل حاري على حسب ذوقكم وعلى حسب ما انتوا تحبوا. مش بحب اكتر اوي في الزيت، ومش بحب اعمل الاكل صيام يبقى مليان زيت، لا بحبه يبقى خفيف الى حد ما، عشان برضو انا ما ازودش في الوزن، ثانيا يبقى صحي وجميل. وهنبدأ نضيف البصل والفلفل على اللحمة السوية، الفول الصويا اللي احنا عملناه شبه اللحمة المفرومة كده، تحسوا ان هو فعلا بقى لحمة مفرومة مفيش بعد كده تاني. ونبتدي ان احنا نقلبهم بالشكل ده علشان خاطر يدونا المنظر اللي انتوا شايفينه. طبعا الفول الصويا ده حلو وجميل، بس في ناس كتير مش بتحب الفول الصويا، ما تعملش الحشوة دي، لا هتعملها بطريقة تانية هقولها لكم دلوقتي. يعني الفول الصويا ده ليه بدايل، اه ليه كذا بديل هقول لكم عليه. طماطمية بنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويفضل الطماطمية ما يكونش فيها مية كتير. ونبتدي ان احنا نقلبها حلو جدا، ونضيف بهاراتنا وتوابلنا. بحب احط توم باودر، بصل باودر، حاجات خفيفة، معلقة شطة صغيرة، معلقة ملح، معلقة سكر صغيرة. المكونات دي نبتدي ان احنا نقلبها بالشكل ده علشان خاطر ان هي تبتدي ان هي تمتزج بالخليط بتاعي. وكده يبقى الحشوة بتاعتي الاولانية حشوة جاهزة. دي بقى حشوة الفول الصويا، بنحشي بيها ايه؟ بنحشي بيها البوريك والباتيه، وبنحشي بيها حاجات كتير جدا، كل المعجنات الصيامي والحواوشي والمكرونه بالبشاميل الصيامي، كل حاجه. انا يعني عندك الحاجه دي لازم تعملها. بتحبوش بقى الفول الصويا؟ اكيد هتحبوا العدس بجبه. هنجيب العدس
ونبتدي ان احنا ننقعه في ميه، ونبتدي نسيبه طبعا قبلها بساعتين بميه عشان خاطر يسهل معانا والميه يكون دافيه، هيدي نتيجه افضل بكتير. وهنبتدي نجيب بصله ونشوحها نفس الطريقه، ونحط عليها برضو فلفل متقطع. الحشوات دي بتقبل حاجات تاني كتير، اه بتقبل ان احنا ممكن نحط مثلا كوسه مبشوره، جزر مبشور، بطاطس مبشوره، اي حاجه، بس اهم حاجه تكون مبشوره عشان لما تدخل جوه المعجنات ما تبقاش قطع، لا تبقى كانها حشوه كده زي الحشوات اللي احنا بنحطها. وبحط طماطم، وبجيب العدس كده، خلاص العدس بتاعي تحسه ان هو طري، بعد كده بضربه في الكبه. وخلي بالكم انا مش بسلق العدس عشان ما يتغيرش من طعمه ولا يبقى شكله مش حلو، لا احنا بنضربه في الكبة بعد ما بنلينه علشان خاطر يبقى مفرول بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. العدس بقى مظبوط وتمام، ونبتدي بقى ان احنا نضيف العدس بتاعنا للخلطة اللي احنا عملناها. الحشوة دي بتبقى جميلة جدا، وخصوصا الناس اللي هي مش بتحب فول الصويا او مش بتحب تشتغل بيه، بضيف ليها نفس البهارات اللي انا هحطها اللي هي الملح والفلفل والكمون المطحون والحاجات دي. يبقى دلوقتي عندنا حشوتين، حشوة العدس وحشوة الفول الصويا. وتعالوا نشوف دلوقتي ازاي هنعمل الفطير الشرقي، وازاي هنختبر تخمير العجينة وحلاوتها. بصوا، لو احنا هنعمل بوريك او باتيه او فينو، هنتخن العجينة شوية، نفس المكونات، بس بدل ما احنا نحط 3 كوبايات دقيق هنحط 3 كوبايات وربع دقيق. لكن لو احنا هنعمل فطاير او الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي، يفضل ان احنا نخلي العجينة طرية بالشكل ده. طبعا التشكيل بيكون على حسب ذوقكم، دي عشان عجينة فطير انا الى حد ما مخليها خفيفة. لكن لو احنا هنعمل زي ما قلت لكم باتيه او بوريك، هنزود 1/4 كوباية دقيق تاني بحيث العجينة تبقى متماسكة. هنجيب الفطير كده ونقطعه بالشكل ده، ونجيب الرخامة ونزحلقها بالزيت، ونبتدي ان احنا نفرد الفطير بايدينا. وانا من الناس اللي بتحب تفرد دايما الفطير بايديها، ما بتحبش ابدا هي تستخدم الشابة، لاني انا بحس ان الطريقة دي اسهل واجمل وامتع في نفس الوقت. هنبتدي ان احنا نحشي الفطير باللي احنا عملناه ده، سواء هنحشي بالفول الصويا او بالعدس، وكمان ممكن نعمل الفطيرة الواحدة ميكس حشوة ما بين الاتنين لو تحبوا. وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا العجينة دي في اي حشوة صيامي انتوا تحبوها، خطيرة جدا جدا. العجينة دي السر فيها هو معلقة الكيك شيف، بتبقى رهيبة جدا جدا وتطلع نتائج ممتازة. واهم حاجة يا جماعة تستخدموا نوع دي يكون كويس، لان هتطلع معاكم النتيجة افضل بكتير. طبعا العجينة عشان مخدومة كويس ومرتاحة كويس زي ما انتوا شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة من غير ما تتقطع ولا اي حاجة خالص. وهبتدي احط الحشوة جوه قلب العجينة، وبعد كده هبتدي ان انا اطبق العجينة علشان خاطر اني انا اكمل باقي الرقات. طبعا الفطير الشرقي بيتعمل بكذا رقة، انا حشيتها، وهنبتدي بقى ان احنا نفردها جوه صينية. انا عملت رقين فوق بعض، وبعد كده هبتدي ان انا احط المكونات بتاعة البيتزا من فوق. صلصة البيتزا طبعا كلنا عارفينها وعملتها لكم، وهتلاقوا لينكاتها في صندوق الوصف. ونديها وش كده بالشكل ده. طبعا العجينة من جوه محشية، وكمان من فوق، ده اسمه فطير شرقي وش بيتزا. ليه؟ لان احنا بنحشيه بره بنحشيه جوه زي الفطير الشرقي، وبيبقى مورق، وفي نفس الوقت بنحشيه جوه، وبنحط عليه توبنج من فوق. حطيت كل مكونات البيتزا اللي انا حطيتها، وحطيت كمان من حشوة فول الصويا من فوق، وحطيت كمان الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده. وتقدروا تعملوها على هيئة ميني بيتزا صغيرة، طبعا بتدخل الفرن بتبقى جميلة جدا جدا. اتمنى بقى العجينة اللي عملناها النهاردة والوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي، اتمنى توصلوا دعمكم وانتسابكم للقناة. استنوني في وصفات صيامي كتير جدا جدا الفترة اللي جاية. تحياتي ليكم بألف هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.